ارجو هوم. الكثير من المنازل والشقق السكنية تحتوي على مساحات كبيرة غير مستغلة، لذا فقد تمكن الخبراء من شركة ارجو هوم فرنتشر من ايجاد طريقة لحل تلك المشكلة. ما ترونه على الشاشة الان هو نظام يعرف بيتا تامي. بخلاف قطع الاثاث التقليدية، يتم تثبيت تلك المجموعة بالارض وينخفض ارتفاع الغرفة بمقدار يتراوح ما بين 30 و 50 سنتيمتر، ولكن ذلك الفراغ في العادة يكون غير مستغل. اما نظام تسامي فهو يستغل الفراغ لتخزين الاغراض وطي قطع الاثاث ايضا. على سبيل المثال، تحتوي درجات السلم على ادراج لتخزين الاحذية، اما الارضية فهي تحتوي على كابينة ضخمة مقسمة الى مناطق متعددة، بعضها يستخدم كمكسورات للتخزين مزودة بابواب مفصلية، والمنطقة الوسطى تحتوي على طاولة صغيرة تعمل بالالية الهيدروليكية. عند فردها تتناسب ارجل الطاولة مع الفراغ من اسفل، وفي حالة الضرورة يمكن اعادة ترتيب المنطقة لتكوين مكسورات سرية. قطع اثاث اخرى من انتاج الشركة. تتميز تلك المجموعة بان كل قطعة اثاث تحوي سرا صغيرا في داخلها، فالارفف تتحرك في جانب واحد لتسمح لك بفرد السرير. كذلك فالكابينة الموجودة في الزاوية تسحب للخارج، وما يبدو من الوهلة الاولى وكأنه جدار جانبي هو في الواقع باب مدمج به مكتب صغير قابل للطي. يوفر هذا النظام مساحة ضخمة في المكان، لذا فهو يعتبر مثاليا للغرف ذات المساحات المحدودة. All I Own House. لماذا تقوم بتجهيز غرفة سرية واحدة في منزلك بينما بإمكانك تحويل المنزل بالكامل إلى غرفة سرية كبيرة؟ All I Own House هو مشروع ابتكره خبراء من الشركة الإسبانية PKMN Architectures، وقد صمم في الأساس خصيصاً لواحدة من عملاء الشركة. في هذا المشروع كان على المصممين تحويل منزل صغير ذي طابق واحد مساحته حوالي 40 متراً مربعاً يقع في شمال العاصمة الإسبانية مدريد إلى مساحة ديناميكية بالشكل الذي حددته المالكة. لم تكن المهمة سهلة بالطبع، ولكن المصممين قد أنجزوا العمل بشكل رائع. قسمت المساحة إلى منطقتين، مساحة الأولى 23 متر مربع وقد بقيت دون تغيير، أما 17 متر مربع الباقية فقد تحولت إلى منطقة وظيفية بها دورة مياه ومطبخ وغرفة للنوم والدراسة، بالإضافة إلى عدة خزانات واسعة لتخزين أكبر عدد ممكن من الكتب والملابس والأغراض الأخرى المختلفة. استخدم المصممون قوالب خشبية متحركة خاصة، وتتراوح أوزان الوحدات ما بين 500 و 800 كيلوغرام اعتمادا على المحتويات، وبفضل نظام القضبان يكون من السهل تحريك الوحدات. جدير بالملاحظة أن الجدران المقسمة تعطي أكثر من 11 متر مربع من المساحة الإضافية لتخزين الأغراض. يحتوي القالب الأول على طاولة وأرفف لأدوات المطبخ، ويحتوي والقالب الثاني على خزانة للملابس، أما القالب الثالث فهو مخصص للفراش. ميرفي دور. يعتبر الباب الذي ترونه على الشاشة الآن واحدا من أحدث الصيحات في عالم تصميم الديكورات الداخلية، والذي غدا شعبيا خلال السنوات الأخيرة. فمن المعروف أن الأبواب التقليدية في أي منزل تشغل مساحة كبيرة إلى حد ما وغير مستغلة، لذا تهدف الفكرة الجديدة إلى تغيير ذلك الوضع باستغلال الأمتار المربعة المتعددة في منازلنا بشكل أكثر فعالية. ما تشاهدونه الآن هو باب يستخدم أيضا كخزانة، فهو يعطي حوالي نصف متر مربع من المساحة التخزينية، وقد يكون الباب متأرجحا أو منزلقا، كما يمكن أن يستخدم أيضا لإخفاء غرفة سرية خلفه. الغرفة تحت الأرضية. فكرة لغرف سرية مناسبة للمنازل الخاصة التي تحتوي على قبو أو دور سفلي. الفكرة الأساسية هي استغلال المساحة الخالية تحت أرضية الطابق الأرضي، حيث يتم تركيب باب في الأرضية وبالتالي تجهيز مقصورة سرية بالأسفل. جدير بالملاحظة أنه من الممكن استغلال الفراغ بطرق مختلفة. في هذه الحالة على سبيل المثال، استغل أصحاب المنزل المساحة في تخزين المؤن الغذائية، وهنا يمكنكم مشاهدة
أبواب هيدروليكية عند رفعها إلى أعلى يفتح مدخل إلى درج يؤدي إلى الغرفة بالأسفل. والمثير للاهتمام هو أنه عند إغلاقه يصبح الباب غير مرئي تماما، حيث يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ عن الأرضية الخشبية من حوله حتى أنه لا يمكن تمييزه عنها. فهو لا يحتوي على مقبض، وذلك لأنه يفتح بواسطة جهاز تحكم عن بعد. وهنا يمكنكم رؤية تلك الأبواب السحرية والتي تخفي درجات سلم تقود إلى القبو. يمكن تركيب هذا التصميم المعقد أيضا خارج المنزل، فالغرفة بالأسفل تكون مغلقة بإحكام، كما يندمج الباب مع الأرضية المحيطة بشكل مثالي حتى أنه لا يمكنك رؤية مفصلات الباب أو تمييز الباب عن الأرضية من حوله. ومن ثم فلن يكتشف أحد مطلقا أنه بالأسفل توجد غرفة سرية. Moving Walls، طريقة جديدة لتحويل مسكن تقليدي إلى غرف سرية متعددة التصميمات، وهي معتمدة على فكرة الجدران المتحركة. الجدران رقيقة وهي غير مصممة للتخزين، ولكنها فعالة للغاية في تقسيم الغرفة الواحدة إلى عدة غرف منفصلة. في حال عدم تثبيت الجدران يمكن تحريكها بالشكل المرغوب للحصول على عدة مناطق مريحة وملائمة لجميع المناسبات. غرفة سرية في داخل خزانة. من الوهلة الأولى يعتقد المرء أن تلك هي مجرد خزانة تقليدية فسيحة تحتوي على مقصورتين صغيرتين في الأعلى واثنتين أكبر بالأسفل، وهي مساحة تخزينية لا بأس بها بالطبع، فهي تتسع لتخزين جميع أنواع الأغراض. ولكن السر في هذه الخزانة التي تبدو تقليدية هو أنه خلف إحدى مقصوراتها توجد غرفة سرية صغيرة يمكنك استخدامها في حالات الطوارئ كالتعرض إلى الاقتحام أو السرقة، حيث يمكن للمستخدم اللجوء إليها للاختباء وطلب المساعدة وانتظار قدوم النجدة دون أن يراه اللص أو المقتحم. فوكس بوك سيكريت دور. إذا كانت جدران منزلك تقليدية وغير متحركة، يمكنك الآن تحويل أي غرفة عادية بالمنزل إلى غرفة سرية. كل ما عليك فعله هو تزيين الباب يدويا بطريقة خاصة تجعله يبدو وكأنه مكتبة تحتوي على الكثير من الكتب المتراصة. ولعمل ذلك فسوف تحتاج فقط إلى مجموعة أساسية من الأدوات والمواد. أولا عليك طلاء الباب بلون داكن، ثم لصق شرائط خشبية محاكية لخزانة الكتب. بعد ذلك قم بلصق تكعيبات الكتب المزيفة على سطح الباب. جدير بالذكر أن تلك التكعيبات المزيفة تباع في صورة مجموعات كاملة جاهزة كتلك التي ترونها على الشاشة الآن، وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث الحجم والنوع والموديل. ومن ثم فيمكنك اختيار الموديل المناسب لديكور الغرفة والذي يتناغم معها بالشكل الأمثل. والأهم من ذلك بالطبع هو تخصيص تكعيب معين ليستخدم فيما بعد كمقبض لفتح الباب وغلقه. في النهاية وبعد إتمام العمل سوف تحصل على باب تصعب التفرقة بينه وبين أي خزانة كتب حقيقية. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من أفكار الغرف السرية والمتحولة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر وترغبون في تطبيقها في منازلكم. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.